الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. روسيا تحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط طائراتها في سوريا وتؤكد احتفاظها بحق الرد على تصرفاتها وتستدعي سفيرها في موسكو. سايم بوتين لا يدب مسألة سنين. دمشق وطهران ترحبان بنتائج القمة الروسية التركية وتؤكدان التشاور معها قبل إعلان الاتفاق حول إدلب. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الفلسطينيين في المسجد الأقصى وتؤمن استباحة مئات المستوطنين لباحاته. ولا لم يؤثر لا المال الخليجي ولا الضغط الخليجي ولا الضغط الأمريكي، وبقى العراقي رافع هامته عالية من أجل فعلا أن يحقق حكومة وطنية بامتياز وبقرار عراقي بامتياز. العامري يدعو إلى توافق عراقي على منصبي رئيسي الجمهورية والحكومة ويعلن سحب ترشحه لرئاسة الوزراء. استشهاد 18 صيادا يمنيا في مجزرة للتحالف السعودي قبالة سواحل الحديدة. والله جرحهم ما له دواء، ما كانش يصلح. صار لي 43 سنة مثلي. رغم مرور 46 عاما، مجزرة تولين في جنوب لبنان عصية على النسيان. أهلا بكم. حملت موسكو تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط طائرتها قبالة السواحل السورية ومصرع العسكريين 15 على متنها. وزارة الدفاع الروسية وصفت التصرفات الإسرائيلية بغير المسؤولة والعدوانية، محذرة من أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد. بيان للوزارة اتهم إسرائيل بتعمد خلق حالة خطرة في أجواء اللاذقية، ما أدى إلى إسقاطها بصاروخ منظومة S-200 للدفاع الجوي السوري. 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب أفعال إسرائيل غير المسؤولة، ولنا حق الرد بعد التصرفات العدوانية من قبل الجانب الإسرائيلي في سوريا. إسرائيل لم تنبه قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا إلى عمليتها في منطقة اللاذقية، ونحن نقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية وهي تعمدت خلق حالة خطرة في المنطقة. وكشفت الوزارة أن تل أبيب حذرت موسكو من عملية مزمعة قبل دقيقة واحدة فقط من تنفيذها، وهو ما لم يكن كافيا لإبعاد الطائرة الروسية عن دائرة الخطر. وزارة الدفاع الروسية اتهمت الطيارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة الروسية كغطاء. الطيارون الإسرائيليون استخدموا الطائرة الروسية كغطاء وجعلوها عرضة لهجوم الدفاع الجوي السوري، ومن غير الممكن ألا تكون وسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية قد رأت الطائرة الروسية L-20، نظرا لأنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات، ورغم ذلك نفذوا هذا الاستفزاز عمدا. الكرملين أكد أن وزارة الدفاع الروسية حددت موقف موسكو، مشيرا إلى أن إسقاط الطائرة L-20 لن يؤثر على تنفيذ الاتفاق الروسي التركي حول إدلب. هذا في وقت استدعت فيه موسكو السفير الإسرائيلي لديها لبحث المسألة. المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عبر عن قلق بلاده البالغ بسبب هذا الوضع، مشيرا إلى أنه تم تقديم تقييم شامل لما حدث في بيان وزارة الدفاع الروسية. يأتي ذلك فيما اتصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بوزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان محملا إياه كامل المسؤولية عن حادث إسقاط الطائرة. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن شويغو أبلغ ليبرمان حق موسكو بالاحتفاظ بالرد، مشيرا إلى أن تصرفات الإدارة العسكرية الإسرائيلية لا تتوافق مع روح الشراكة. ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية دعت مرارا الجانب الإسرائيلي إلى ضبط النفس بشأن الهجمات على الأراضي السورية، ما يهدد أمن الجنود الروس. في المقابل اكتفت إسرائيل بالإعراب عن حزنها لمقتل طاقم الطائرة الروسية، وسارعت في بيان لجيشها إلى تحميل المسؤولية إلى الجيش السوري وإيران.
الجيش الإسرائيلي الذي لم يعترف مباشرة بعدوانه ليلة أمس على اللاذقية قال في بيان له إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أطلقت النار عشوائيا ولم تكلف نفسها ضمان عدم وجود طائرات روسية في الجو. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد اعتبرت الموقف الروسي رسالة حازمة لتل أبيب، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالرفيع وجوب أن تسارع إسرائيل إلى الاعتذار من روسيا. وللمزيد ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. سلام، يعطيك ألف عافية. سلام، روسيا سارعت مباشرة إلى تحميل المسؤولية لإسرائيل، وأيضا بشكل سريع تم استدعاء السفير. عادة يكون هناك انتظار لبعض الوقت في هكذا أمور، خاصة أنه بين إسرائيل وروسيا اتفاق لتجنب الحوادث العرضية في الأجواء السورية. هل هذا يعني تقول موسكو أنه لا إمكانية لوجود أي خطأ عسكري أو تقني كما كان هناك تلميح إسرائيلي؟ وما الذي يصدر جديد على خلفية ما جرى بالأمس من موسكو؟ طبعا تفضل. أهلا بك علا. بلا شك روسيا خلال السنوات الثلاث لتواجدها العسكري في سوريا تمتلك كل مقومات الرصد والتسجيل، لذلك لم يكن صعبا على روسيا أن تسجل كل ما كان يحدث في الأجواء السورية والأجواء المحيطة بسوريا. يعني لديها آذان صاغية وعيون بصيرة في المنطقة بفعل التواجد المكثف لأنظمة الرادارات وأجهزة الاستطلاع والتجسس. حتى الطائرة نفسها التي أسقطت هي طائرة استطلاع وتجسس، وكانت يعني تنظر كل ما يجري في محيطها، ويبدو أنها كانت على اتصال مع يعني المراكز الخاصة التي تلتقط كل إشارة تصدر عن مصادر الاستطلاع والرصد الروسية. يعني المنطقة كانت بالنسبة لروسيا كانت يعني كوضح النهار، رغم أن الحادث وقع ليلا كانت كوضح النهار، وكل شيء كان واضح للجانب الروسي. حتى أن وزارة الدفاع استطاعت أن ترسم مخططا بيانيا يظهر كل تفاصيل العملية، العدوان الإسرائيلي على اللاذقية، من أين أتت الطائرات وعلى أي ارتفاع وفي أي دقيقة وفي أي ثانية وفي أي لحظة، وكل هذا مسجل وموجود عند الروس. لذلك كانت عندهم صورة متكاملة، وكانوا ربما ينتظرون أن يبدأ اليوم لأنه كان الحادث في وقت متأخر من الليلة الماضية، كانوا ينتظرون بداية اليوم لكي يعلنوا كل هذه النتائج. وكانت الاتصالات وخاصة اتصال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بليبرمان كان في الساعات المبكرة. هذه السرعة في إعلان النتائج، هل نفهم أنه سيكون هناك رد ربما بشكل مباشر أو غير مباشر؟ ما خيارات روسيا اليوم التي تحتفظ بحق الرد كما قالت، والتي هي على علم بأنه تم استعمال طائرتها كغطاء وتم إسقاط هذه الطائرة؟ البعض يشكك أنه أصلا روسيا ستقوم بالرد، هناك طلب باعتذار. هل ستكتفي روسيا باعتذار من إسرائيل أم سيكون هناك أشكال أخرى للرد؟ روسيا سترد بلا شك، لا سيما أن وزير الدفاع نفسه سيرجي شويغو وفي مكالمة هاتفية مع فيكتور ليبرمان قال بأن روسيا ستتخذ خطوات ردا على هذا العمل الاستفزازي غير المبرر والعمل الماكر. يعني عمليا لو أخذنا وتبعنا في التصريحات الروسية، روسيا وصفته بالعمل الاستفزازي الماكر والطعن في الظهر، ويعني أنهم استخدموا الطائرة الروسية كغطاء لشن عدوان على سوريا، رغم التحذيرات الروسية المتكررة بأن تكف إسرائيل عن أعمالها العدائية في سوريا. لذلك سيكون هناك رد، هذا الرد سيكون له يعني درجات مختلفة وعلى أصعدة مختلفة. اليوم كان هناك استدعاء للسفير الإسرائيلي في موسكو في الوقت نفسه هناك، والمهم طبعا جدا في كل هذه الأمور أن المؤسسة العسكرية الروسية مستاءة جدا، وهذا شيء مهم. هذا يعني أن العسكريين الروس ربما ليسوا مستعدين بعد الآن التعاون والتنسيق بشكل وثيق مع الجانب الإسرائيلي. هذا يعني أن موسكو ربما ستعيد النظر بالاتفاق حول منع الحوادث العرضية في الأجواء السورية. أيضا هذا يتعلق بتبادل المعطيات والمعلومات الاستخبارية، توجد أيضا اتفاقية في هذا الصدد، وخاصة أن هناك أصوات عديدة في موسكو تدعو إلى أن تكون موسكو أكثر صرامة وشدة في الرد على العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال
تسريع عملية تسليم الجيش السوري أحدث أنظمة الدفاع الجوي، بل ليس سوريا فقط وإنما حتى لبنان وحزب الله. هناك دعوات من قبل شخصيات مرموقة في روسيا، على سبيل المثال الجنرال ليونيد إيفاشوف الرئيس السابق لدائرة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية، وهو رئيس الأكاديمية الجيوسياسية الروسية، وهو عسكري مرموق في روسيا، دعا بشكل واضح إلى أن تكون روسيا مستعدة لإسقاط أي طائرة إسرائيلية تخرق الأجواء السورية، أن تزود سوريا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي، لأن الأنظمة الموجودة حاليا ليست كافية للتصدي للعدوان الإسرائيلي المتكرر. بل راح إلى أبعد من ذلك، دعا روسيا إلى أن تسلح لبنان، أن تمنح لبنان أنظمة دفاع جوي، لأنه الإسرائيليين يستغلون الأجواء اللبنانية كما يشاءون في شن عدوانهم المتكرر على لبنان. بل صحيح. أنه دعا أيضا إلى تسليح حزب الله، لأن حزب الله في رأيه هو حليف وشريك لروسيا في المعركة على الإرهاب في سوريا. لذلك هناك دعوات كثيرة، هناك أصلا في الرأي العام الروسي، هذا شيء لم نلاحظه من قبل، هناك حشد في الإعلام الروسي، حشد في الأوساط الاجتماعية الروسية ضد إسرائيل، وهذا شيء ملحوظ وشيء مهم جدا، لأن معروف أن الإسرائيليين من خلال يعني مأجوريهم في روسيا لديهم تأثير كبير بما في ذلك على وسائل الإعلام، ولكن الآن هم يعني كمن يعني محرج، الآن هم محرجون جدا نظرا لهذا العدوان السافر الذي أدى، وهذا المهم جدا، أنه أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات العسكرية الروسية. يعني لو قارنا بحادث إسقاط طائرة السخوي، كان هناك شهيد واحد وتم التقاط الطيار الثاني، لكن هذه المرة عدد كبير، وهؤلاء يعني خبراء مهمون جدا، هؤلاء خبراء الاطلاع والتجسس الإلكتروني، هذه تعتبر خسارة كبيرة للجيش طبعا. الروسي. لذلك الرد سيكون عسكري، الرد سيكون سياسي، الرد سيكون ربما أيضا فيما يتعلق بمجالات التعاون الاقتصادية بين البلدين. يعني هناك نوع من الحشد في الرأي العام الروسي لأن ترد هذه المرة روسيا بشكل واضح. وفي المناسبة هذا العدوان وهذا وما نجم عنه من توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب غير مسبوق، يعني آخر مرة شهدت العلاقات أزمة واضحة إبان الاتحاد السوفيتي بعد العدوان بعد عدوان 67 حزيران 67 على الدول العربية. آنذاك الاتحاد السوفيتي قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، والآن هذه العلاقات أيضا تمر ربما بواحدة من أخطر يعني الأزمات بين موسكو وتل. ويبدو أن إسرائيل تسعى لتدارك منذ بعض الوقت، جاء عاجل عبر رويترز مصدر إسرائيلي. طبعا إسرائيل على اتصال مستمر بمسؤولين في حكومة روسيا وجيشها على جميع المستويات. ربما سنعلق مع الزميل ناصر اللحام أكثر على هذا الموضوع. كل الشكر لك الزميل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، أيضا يعطيك ألف عافية ناصر. يعني كنا نستمع إلى مداخلة الزميل سلام العبيدي، تحدث عن خطوات مهمة، ويبدو أن إسرائيل كما ذكرت رويترز بدأت تتدارك، وهي على علم بأنه روسيا طبعا لن تكتفي باعتذار وسيكون رد على جميع المستويات وبكافة الأشكال مباشرة وغير مباشرة، ومنها بشكل صريح تزويد سوريا بأنظمة جديدة وتزويد لبنان حتى وتسليح حزب الله بأنظمة جديدة، لأنه يتم اختراق عبر الأجواء اللبنانية. ما الجديد بداية في إسرائيل على صعيد الاتصالات؟ تحياتي علا، عالم آخر إسرائيل، عالم آخر مختلف تماما عن الذي ذكره الزميل سلام العبيدي. إسرائيل لا تزال تكابر، تغالط، تروي القصص كما تريد بعد ما فعلته الليلة الماضية. أولا هناك عناوين كبيرة، جميع المواقع والصحف الإسرائيلية خرجت بها، وهي تحميل إسرائيل المسؤولية. هذه العناوين الكبيرة لم تعكس استنفار عسكري حقيقي في إسرائيل، يعني لا يتوقع الإسرائيليون رد عسكري روسي، وإنما أزمة سياسية. لماذا لا يتوقعون رد؟ لماذا يشككون بإمكانية الرد الروسي؟ لأنها تعتبر نفسها عشيقة ودليلة لروسيا، والدلال من حقها، وسبق في تجارب سابقة باها وزير الجيش الاحتلال بأكثر من 200 غارة على سوريا، وهم يتعاملون مع هذا الموضوع كأنه حق مستقطع لهم في الأراضي التي يريدون. على كل حال من الأحوال العناوين كبيرة تنقل الرواية الروسية. الرد الإسرائيلي كان وقح قبل قليل، إذ حمل حزب الله وإيران وسوريا مسؤولية إسقاط الطائرات، وحتى في عملية صياغة الخبر
كان هنالك طاؤوسية عالية جدا لأنه طائراتنا عادت إلى فلسطين بينما المضادات السورية كانت تقصف بإشارة إلى تفوق إسرائيل. يعني حتى في هذا لم يكن الاعتذار سوى عن إهانة جديدة. إسرائيل قالت لا تعليق رسمي، صمتت قليلا ثم نحو ساعتين، بعد ذلك كان الرد أسوأ من الصمت. وبالتالي أقول عالمين منفصلين، لا تزال إسرائيل ترى بأنه ما فعلته صواب ولا تشعر بأي ندم. وإن كان هذا ما يفسر عدم صدور أي بيان رسمي فيه تأكيد أو نفي لما حدث بالأمس. إسرائيل تأسف ولا تتأسف. إسرائيل تأسف كما يأسف أي شخص على يعني على فقمة في اللاسكيمو مثلا، هي تأسف ولا تتأسف، لا تعتذر ولا تتحمل مسؤولية. نقطة أخرى، لا تزال إسرائيل لم تدرك الأجواء التي تحدث بها زميل سلام العبيدي. يعني هذه الأجواء الساخنة المرة بأنه عمل ماكر وعدواني، هذه الأجواء لم تصل هذه الرسائل بعد إلى تل أبيب، لا تزال تعتبر بأنها تتمضي مثل غيرها من الحوادث، وأنه هذا الرد البهلواني الذي خرج عن مصدر إسرائيلي سيكفي لتسوية هذا الموضوع. هذه هي الأجواء لغاية إسرائيل قصدت أن تضع، يعني الزميل سلام تحدث عن اليوم روسيا في إحراج نظرا للكادر والطاقم الذي كان في الطائرة وتم إسقاطه، اليوم في إحراج روسي أمام مكانة هذه الشخصيات في الطاقم. هل تتقصد إسرائيل أن تضع روسيا في هذا الإحراج بحكم أيضا موقعها اليوم، خاصة في حال لم يحصل رد نظرا للعلاقات بين الدولتين؟ هل يصب في مصلحتها وضع روسيا في هذا الإحراج؟ يعني تأخر الروس في الخروج من مصيدة العسل، والكلام المعسول الذي كان يقوله نتنياهو منذ سنوات هو وليبرمان وزياراتهم المتكررة لموسكو، استغرق الأمر وقتا طويلا عند روسيا حتى تدرك بأن إسرائيل عابثة تستطيع تريد أن تفعل أي شيء من أجل عدم الوصول إلى أي تسوية في سوريا وبالتزامن مع قضية إدلب. ما حدث علا هو ببساطة استغباء للقوات الروسية. الطائران الإسرائيلية صعدت فوق الطائرة الروسية واختفت فوقها وقامت بتنفيذ الجريمة، وبعد ذلك المضادات التي هي من صناعة روسية قامت بإطلاق النار على مصدر النار فسقطت الطائرة الروسية مأهولة. ما كان الهدف الحقيقي من كل هذا العدوان؟ ماذا كانت تريد إسرائيل فعلا؟ سأقول قضيتين. أولا، هذا استخدام للقوات الروسية كدرع بشري. ثانيا، الهدف هو التشويش على كل التسويات في إدلب. واضح تماما بأن إسرائيل استثمرت ما استثمرت في درعا وجنوب سوريا وفشلت، استثمرت في القنيطرة في بعض فشلت، استثمرت مال وجهد واستخبارات وعسكر وجيش وفتحت حدود واخترقت وغارات من أجل أن تحصل على أي جهة تكون مطمئنة لها عسكريا وسياسيا على الحدود مع سوريا دون جدوى. الآن تستطيع أن تقول بأنه إدلب آخر معاقل يمكن أن تنهش فيها إسرائيل اللحم السوري، وبالتالي هي قامت بعملية تشويش. ادعت أن طائرة، طبعا بالأمس عرضت تقريرا على التلفزيون الإسرائيلي بأن إيران تستخدم إشارة اليو أن وبررت الجريمة بشكل كامل. أريد أن أذكره لأن كل جريمة ترتكبها إسرائيل لا تنشرها وإنما تسربها إلى جماعتها في الصحافة الدولية والأوروبية والأمريكية، تسرب إلى أصدقائها وعملائها، ومن هناك يخرج التقرير وهي تقول لا داعي للتعليق. بمعنى كان العدوان استخدام للقوات السورية الروسية كدرع بشري. كل الشكر لك زميل ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا مباشرة من بيت لحم. وإلى سوريا، رحبت دمشق بالاتفاق الروسي التركي حول إدلب. قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية والمغتربين أن سوريا ترحب بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي. المصدر أشار إلى أن اتفاق إدلب هو اتفاق مؤطر زمنيا بتوقيت محددة، وهو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار السنة. وأكد مصدر في الخارجية السورية أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين روسيا وسوريا. المصدر أكد أن سوريا ماضية في حربها ضد الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من سوريا، سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية.
بدوره وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نتائج القمة الروسية التركية بالدبلوماسية المسؤولة، وأكد على هامش افتتاح معرض يتناول دور الخارجية إبان الحرب العراقية الإيرانية أن مساعي بلاده هدفت دائما إلى منع وقوع حرب في إدلب وإلى محاربة الإرهاب وتطهير سوريا منه من دون أي معركة أو خسائر. تمام تلاشمون از ابتدا من البداية كانت مساعينا تهدف إلى منع وقوع حرب في إدلب وإلى محاربة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهابيين من دون أي معركة ومن دون أي خسائر. وقد تبعت هذا الأمر في زيارة إلى أنقرة وبعدها إلى دمشق، وأيضا جرى التطرق إليه في قمة طهران وفي المحادثات على هامش القمة. هذا يعني أن المحاور التي تم الاتفاق عليها مبدئيا أمس بين تركيا وروسيا هي نفسها المحاور السابقة التي بحثناها، وهي كيف ننتزع إدلب من سيطرة الإرهابيين من دون أن يترك ذلك أثرا على حياة المدنيين. ونحن دائما في قلب المشاورات، ونأمل الآن من خلال تكثيف المباحثات أن يطبق هذا الأمر عمليا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي وفي تصريح للميادين رحب بالاتفاق الذي حصل بين تركيا وروسيا حول إدلب السورية، واصفا إياه بالخطوة المهمة. وأكد قاسمي أن إيران كانت في أجواء الاتفاق وتم التشاور معها قبل إعلانه. مسألة إدلب مسألة أساسية واستراتيجية، وهي استمرار لمكافحة الإرهاب في سوريا، وبالنظر إلى وجود إرهابيين ومدنيين فيها تحولت المسألة إلى قضية معقدة، فكيف نحارب الإرهابيين بأقل الخسائر البشرية؟ المشاورات الثلاثية التركية الإيرانية الروسية مستمرة، والتنسيق مستمر منذ بداية التعاون في أستنا، وهناك أمور مشتركة بالرغم من بعض التباينات. وأستطيع القول إننا دائما في أجواء التطورات السورية، وهناك مشاورات مستمرة بين الأطراف الثلاثة، ولا يتخذ قرار من قبل طرف دون إطلاع الأطراف الآخرين. ونحن نرحب بهذه المحادثات وبالاتفاق الذي تم بين تركيا وروسيا، ونعتبره خطوة مهمة، ونأمل في الظروف الراهنة ومن خلال التعاون الروسي الإيراني التركي أن نستطيع تطهير إدلب من الإرهابيين. ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في طهران ملحم ريا. ملحم، يعطيك ألف عافية. يعني ملحم، نحن في الشكل رأينا الروسي والتركي، أما في المضمون كما هي يعني أتت المواقف الإيرانية سواء للسيد ظريف أم للسيد قاسمي، تقول أنه كنا في صلب هذه المباحثات والمشاورات قبل اتخاذ أي قرار، حتى لا يتخذ أي قرار من دون إعلام الجميع وموافقة الجميع عليه. كيف كانت طهران في هذه المحادثات وبأي أشكال؟ نعم، على واضح مما استمعنا إليه من كلام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي للميادين بأن كلام قاسمي وكلام ظريف يصبان في نفس الاتجاه، وهو الترحيب أولا باتفاق سوتشي والتأكيد على أن إيران كانت جزء مهم من المشاورات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، بالإضافة إلى التأكيد على أنه يأتي في إطار المحادثات السابقة التي جمعت روسيا وتركيا وإيران، وفي إطار اتفاقات أستنا، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار المساعي التي قام بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة ومن ثم إلى دمشق. وكلنا يتذكر ما قاله في دمشق من أن الهدف الرئيسي الذي تطمح إليه إيران وتريده هو الحفاظ على حياة المدنيين وتطهير إدلب من المجموعات المسلحة. طبعا موضوع الحفاظ على حياة المدنيين والتقليل من الخسائر البشرية هو يتصدر أولويات الجانب الإيراني، وهذا الأمر هو أمر معقد كما قال بهرام قاسمي خلال التصريح الخاص بالميادين والذي استمعنا إليه قبل قليل. موضوع معقد جدا، كيف يمكن تطهير إدلب من الإرهابيين وفي نفس الوقت الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء؟ هذا الموضوع يحتاج إلى وقت برأي الجانب الإيراني. طبعا في الاتفاق الذي حصل في القمة الثلاثية في طهران بين روسيا وتركيا وإيران، في الحقيقة تم التأكيد في البيان الختامي على أربع نقاط رئيسية. النقطة الأولى تتعلق بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية، ثانيا التأكيد على ضرورة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضيها وتطهير إدلب من الجماعات الإرهابية، ورابعا الحفاظ على حياة المدنيين. هذه النقاط الأربعة حقيقة هي من أولويات الجانب الإيراني بغض النظر عن الآليات التي يمكن أن تتبع
طبعا الحفاظ على حياة وأرواح المدنيين هو من صلب الأولويات الإيرانية بغض النظر عن الآلية التي يمكن الاتفاق عليها. أذكر هنا بشيء مهم حصل في قمة طهران قبل عدة أيام، وهو الطلب التركي، طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة المجموعات المسلحة إلى هدنة. هذا الطلب رفض من قبل الطرفين الإيراني والروسي، واستبدل بدعوة المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح. قلت آنذاك في مداخلات عديدة بأن هذا الأمر هو بمثابة إعطاء فرصة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط على المجموعات المسلحة لإلقاء السلاح، وبالنهاية سيطرت الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، تحديدا محافظة إدلب. وهذا الأمر بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت، لا يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها. وفي حال تحقق هذا الأمر فيكون الهدف الإيراني قد تحقق وقد أنجز، وهو سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضيها وتحييد المدنيين عن هذه الحرب من دون دخول في حرب في الأساس. وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وبالنهاية إيران تريد أن تأكل العنب ولا تريد أن تقتل الناطور، هذا هو الهدف الإيراني. في حال تحقق دون الحرب فلما لا. نعم، كل الشكر لك زميل ملحم ريا مدير مكتب الميادين في طهران، كنت معنا من هنا. منعت قوات الاحتلال فرق الإسعاف من دخول الأقصى لإجلاء مصابين جراء المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال ومستوطنين اقتحموا المسجد من جهة وبين المصلين والحراس من جهة أخرى. هذا واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من حراس وموظفي الأقصى بعد اندلاع مواجهات بالأيدي بين عناصر الاحتلال وموظفي المسجد وحراسه. وللمزيد حول هذه الاعتقالات أيضا والمواجهات تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الميادين هناء محمد. هناء تفضلي، يعطيك ألف عافية. إذا أمكن أن تعطينا المزيد والمعلومات أكثر حول ما جرى. نعم، أهلا علا. يعني انتهى هذا اليوم الحافل بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى على قداسته وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين وحراسه وأيضا الموظفين قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام أكثر من 320 مستوطنا إسرائيليا. طبعا هذه الاعتداءات كانت اعتداءات مرافقة فعليا لاقتحامات المستوطنين من جهة باب المغاربة إلى باحات المسجد الأقصى عشية ما يعرف بيوم الغفران العبري. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت ترافق هذه المجموعات الإسلامية كانت تعتدي بالضرب وبالدفع على المصلين المقدسيين الذين حاولوا التصدي لهذه الاقتحامات الاستفزازية. كما قامت أيضا قوات الاحتلال باعتقال 6 مقدسيين، من بينهم 2 من حراس المسجد الأقصى المبارك، وأصيب بالفعل عدد من الفلسطينيين، 4 منهم على الأقل تم نقلهم إلى مستشفى المقاصد الخيرية في مدينة القدس المحتلة بعد أن كانت قوات الاحتلال قد منعت لمدة طويلة دخول طواقم الإسعاف وسيارات الإسعاف إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذه الاقتحامات علا تأتي عشية يوم الغفران، ومن المعروف بأنه الاقتحامات الاستفزازية من قبل المستوطنين الإسرائيليين التي تحظى بمظلة يعني عسكرية إسرائيلية تتزايد وتتصاعد خلال فترة الأعياد الإسرائيلية. الأسبوع المقبل أيضا نحن على موعد مع عيد يهودي آخر هو عيد العرس، وبالتالي أيضا نتوقع أن تشهد باحات المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة أيضا ومنتصف الأسبوع المقبل أيضا اقتحامات من هذا النوع واعتداءات مرافقة لهذه الاقتحامات الاستيطانية من قبل قوات الاحتلال أيضا للمصلين ولحراس المسجد الأقصى. يضاف إلى كل ما سبق وذكرته علا أيضا تم توجيه استدعاء للحضور للتحقيق إلى أحد نشطاء
النشطاء المقدسيين خادم طور، وأيضا إلى الصحفية ديالة جويحان وهي إحدى الصحفيات المقدسيات للحضور للتحقيق غدا أيضا في أحد مراكز التحقيق العسكرية في مدينة القدس. كل هذه الحملة أيضا يعني يمكن النظر إليها ضمن الحملات الحثيثة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع المقدسيين ويعني دفعهم للتخلي عن الدفاع عن المسجد الأقصى وعن مقدساتهم في مدينة القدس بشكل عام، وأيضا عن التواجد في مدينتهم يعني، وهذا هو الهدف الأساسي من خلال هذه الممارسات الإسرائيلية. الشكر لك يا زميلة هناء محميد مراسلة الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة. وفي قطاع غزة انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية جثماني الشهيدين استهدفتهما قوات الاحتلال شرق خان يونس. مراسلنا أفاد أن الشهيدين هما من وحدة شباب الإرباك الليلي، وتم الاستهداف أو استهدافهما مع عدد من الشبان بالرصاص لمدة 10 دقائق بشكل مباشر قبل أن تطلق طائرة استطلاع صاروخا نحوهم، ما أدى إلى استشهاد 2 وجرح 3. إلى ذلك أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن مسيرة العودة لن تتوقف إلا بإنهاء الحصار عن قطاع غزة كليا، مشددا على أن حركته لن تقبل بأرباع الحلول أو 3/4 كما قال. هنية في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الدولي الأول لحماس في عامها 30 قال إن حماس ما زالت في عين الاستهداف الإسرائيلي والدولي والصمت الإقليمي. ما بنقدر إحنا نضلنا رهنين أهلنا في غزة إلا أن رفع الحصار عنهم أصبح واجباً ومسؤولية وطنية، مرهونين أنه تتحقق مصالحة، وهذه المصالحة يبدو أنها متعثرة بفعل هذه الشروط التي تثقلها. والله في الوقت اللي بنلاقي أنه هذا فيه ممكن إحنا جاهزين، لكن ما دام الأمر متعثر في هذا الملف إحنا نمشي في ملف إنهاء الحصار. ونبقى في غزة حيث تتبدى يوميا روحية النضال والشجاعة والمقاومة لدى الفلسطينيين ولا سيما الأطفال الغزاويون، كما يظهر في المشاهد التالية لطفل فلسطيني حيث ورغم إصابته خلال مسيرات العودة فقد أبى إلا أن يمازح مسعفيه بأنه كان ينتظر بفارغ الصبر أن يصاب بطلق ناري. ازيك الطلق يا اخوي؟ هذا طلق السعادة اسمه. يلا بسيطة قوم حتى كيف يا هواية تراكو؟ النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس. من جديد أهلا بكم. أكد رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري أن العراقيين دخلوا مرحلة جديدة بعد إفشالهم ما وصفه بالضغط الأمريكي والمال الخليجي في التأثير على القرار العراقي. وفي مؤتمر صحفي أشار العامري إلى أن تشكيل الكتلة الأكبر لم يتأثر أمام هذه الضغوط فكان القرار عراقيا بامتياز. والله أنا أقول لك بكل صراحة العراقيون ثبتوا في هذه المرحلة أنهم فعلا قدها ووقفوا أمام الضغط الأمريكي والتدخل السافر الأمريكي في موضوع تشكيل الكتلة الأكبر بكل قوة، وأمام المال الخليجي وقفوا بكل شجاعة وأثبتوا عراقيتهم وشجاعتهم وانتمائهم الوطني ولم يتأثروا بأي تأثير خارجي. ولذلك تشكيل ما الآن السائد الكتلة الأكبر رغم كل الضغوط ما تأثرت ومشت الكتلة الأكبر. اليوم أنا أعتقد الضغط الأمريكي وصل إلى باب مسدود بعد ما قدر يأثر. اليوم العراقيون بدأوا مرحلة جديدة هو مرحلة التوافقات فيما بينهم للتوصل إلى رئيس وزراء كما قلت متفق عليه. أنا أعتقد هذه نقطة إيجابية كبيرة ولم يؤثر لا المال الخليجي ولا الضغط الخليجي ولا الضغط الأمريكي،
وبقى العراقي رافع هامته عالية من أجل فعلا أن يحقق حكومة وطنية بامتياز وبقرار عراقي بامتياز. العامري أعلن سحب ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء، وفي مؤتمر صحفي أشار إلى فتح المجال أمام الحوار لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء وتأليف الحكومة. وبهذا الصدد أحب أن أعلن أمام الشعب العراقي العزيز سحب ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس مجلس الوزراء وحكومته وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا وحسب الشروط التي حددتها المرجعية، علما لقد أعلنت انسحابي أمام القوى السياسية وأصحاب الشأن قبل عدة أسابيع، واليوم أعلن انسحابي رسميا أمام الشعب العراقي العزيز. إلى اليمن، حيث استشهد 18 صيادا في قصف للتحالف السعودي استهدف قاربا لهم قبالة سواحل مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب البلاد. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان التحالف انطلاق عملية واسعة لاجتياح مدينة الحديدة، وكثفت طائرات التحالف من غاراتها على المدينة وأطرافها الشرقية والغربية. إلى ليبيا، حيث أفادت المعلومات الواردة بتجدد الاشتباكات في منطقة طريق المطار في العاصمة طرابلس، وأفيد أن القتال تجدد بعنف بين تشكيلات مرتبطة باللواء السابع الذي كان شن عمليات عسكرية في ضواحي طرابلس الجنوبية والشرقية، وبين وحدات وتشكيلات متمركزة داخل طرابلس وفي منطقة بوسليم ومحيطها، وتسببت الاشتباكات بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة الغربية من طرابلس إلى رأس جدير على الحدود التونسية. وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية عبد السلام عاشور كان قد أعلن أن قوة نظامية ستتولى مسؤولية أمن مطار معيطيق المغلق بسبب أعمال العنف قرب طرابلس. عاشور أكد أن الإجراءات الأمنية الجديدة تتعلق فقط بالجزء الداخلي من المطار. نحن اليوم هنا متواجدين لإرسال رسالة بأن نعيد في ترتيب قواتنا داخل مطار معيطيق. سيتم تأمين المطار من المحيط الداخلي بقوات من الأمن المركزي. تاريخ الإعلان لإرجاع الحركة لمطار معيطيق من يومين إلى 3 أيام، أعتقد سوف ترجع الحركة طبيعية كما كانت، ونأمل أن تكون هذه آخر مرة إن شاء الله. إلى الجزائر، حيث أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم بلادها لسياسة تعزيز الاستقرار التي تنتهجها الحكومة الجزائرية، مثمنة التعاون الجزائري مع سلطات بلادها فيما يخص استقبال لاجئين جزائريين لم يحصلوا على حق البقاء في ألمانيا بعد رفض طلبات لجوئهم. من جهته، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائرية استعداد الجزائر لعودة اللاجئين المرفوضين من ألمانيا وفق الترتيبات المتفق عليها بين البلدين. أؤكد لكم أن الجزائر ستستعيد أبنائها الذين يقدر عددهم بين 3000 و5000 شخص وفق مجموعة من القواعد التي تسمح لنا بأن نكون على توافق مع السلطات الألمانية. هناك استعداد كبير في ألمانيا للترحيب بالأشخاص الذين لديهم سبب وجيه للجوء مثل الأشخاص الآتين من العراق وسوريا. يجب أن يتمكن هؤلاء من الحصول على حق الإقامة حتى نشرع في إدماجهم ولكي تتاح لهم فرص العمل. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن اجتماع جديد سيعقد الأسبوع المقبل لمجموعة الدول الأربع زائدا واحدا لدرس الإجراءات التي بدأها الأوروبيون من أجل المحافظة على الاتفاق النووي. لقد أعلن الأوروبيون ومجموعة الأربعة زائدا واحدا بشكل عام عن التزامات في اجتماع فيينا، وقلنا إن هذه الالتزامات ينبغي لها أن تتحول إلى إجراءات عملية، وقد شهدنا خلال الأيام الماضية إجراءات عملية بدأتها أوروبا، لكن نحن ننتظر أن تبدأ بتطبيقها.
ويعلم الأوروبيون أننا سنتخذ قرارنا بشأن البقاء في الاتفاق أو الانسحاب منه بناء على هذه الإجراءات. وسيعقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل مع مجموعة الأربعة زائدا واحدا، ونحن سندرس الإجراءات التي تم اتخاذها إلى حين موعد هذا الاجتماع. هذا وراء ظريف أن ما وصفه بالضجيج الأمريكي في مجلس الأمن بشأن إيران هو دليل ضعف واشنطن ويعكس عزلتها الدولية. بحسب المقالات المنشورة يبدو أن الأمريكيين أعادوا النظر خلال اجتماع مجلس الأمن في التركيز على إيران، لأنهم علموا أنهم إذا فعلوا ذلك سيتحول الاجتماع إلى محاكمة لأمريكا، فضلا عن كونه مناقضا للأعراف الدولية، لأن أمريكا نقضت القرار الدولي 2231 حول إيران وتجبر الدول الأخرى على ذلك. وهذا الضجيج الأمريكي الذي تسمعونه هو بسبب رفض الدول الأخرى القيام بالشيء ذاته، وهذا التهديد اليومي للدول هو دليل ضعف وليس دليل قوة، ويشير أيضا إلى عزلة أمريكا على الساحة الدولية. وإلى أخبار الاقتصاد وزميلي إليسار كرم. إليسار تفضلي. شكرا لك يا علا. أهلا بكم. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية مع الصين بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار، لكنه استثنى منها ساعات أبل الذكية وسلعا استهلاكية أخرى كخوذات سائقي الدراجات ومقاعد الأطفال في السيارات. وهدد ترامب بأنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأمريكيين أو الصناعات الأمريكية فستدخل بلاده فورا المرحلة الثالثة، وهي شمل كافة المستوردات الباقية والبالغة قيمتها 267 مليار دولار بالرسوم الحمائية. أكدت الصين أنها سترد على الرسوم الأمريكية الجديدة، وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستعمل على ضمان حقوقها ومصالحها الشرعية في نظام التبادل الحر العالمي عبر اتخاذ تدابير مضادة مماثلة. هذا علما أن صحيفة جلوبال تايمز التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني حذرت من أن بكين لن تكتفي باتخاذ موقف دفاعي، ونقلت عن الناطق باسم وزارة التجارة أن بكين ستنتقل إلى مرحلة الهجوم المضاد لإلحاق الألم بالولايات المتحدة. أعلن مصدر حكومي صيني أن بلاده لن ترسل على الأرجح وفدا تجاريا إلى واشنطن لإجراء جولة جديدة من المباحثات التجارية بين الدولتين بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. وقال وزير التجارة الصيني إن النهج الفردي الذي تسير عليه الولايات المتحدة والحمائية التجارية من شأنهما التأثير على مصالح البلدين وإلحاق الأضرار بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن لا رابح في أي حرب تجارية وأن التعاون هو الخيار الوحيد الصحيح. انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار مع استمرار قلق المستثمرين بشأن السياسة الاقتصادية، ووصل سعر الصرف إلى 6.38 ليرة مقابل الدولار. ويبدو أن معنويات المستثمرين تأثرت سلبا بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصحيفة حريات بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء في حزب الشعب الجمهوري. قال مستشار وزير النفط الإيراني بيجان زنجاني إن العقوبات الأمريكية المتوقعة على قطاع الطاقة الإيراني لا يمكن أن توقف مبيعات الخام نظرا لارتفاع مستويات الطلب في السوق. وبحسب المسؤول الإيراني فإنه في ضوء الطلب المرتفع والمعروض المنخفض في الأسواق فإن العقوبات الأمريكية لا تستطيع خفض مبيعات نفط إيران إلى الصفر، لكون منتجي النفط الآخرين لا يمكنهم تعويض النقص في السوق النفطية العالمية. أمل أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو إتمام الاتفاق بين المنظمة والمنتجين المستقلين على تعاون طويل الأمد بحلول كانون الأول ديسمبر موعد انعقاد الاجتماع بين الطرفين في فيينا. قال باركيندو أثناء مؤتمر في مدينة الفجيرة في الإمارات إن هدف أوبك هو إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا التعاون. أما عن الاجتماع المقبل في الجزائر في 23 من الشهر الحالي، فقال إن المنتجين سيناقشون أفضل آلية لضمان التزام الجميع بالمستوى المحدد لإمدادات النفط.
بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك علا. كل الشكر لك إلي سارة. في 16 من شهر أيلول سبتمبر من عام 72 ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في بلدة تولين في جنوب لبنان، راح ضحيتها 8 شهداء من عائلة واحدة. المجزرة مرت خبرا عاديا في الصحف اللبنانية. اليوم قناة الميادين تستحضرها بعد 46 عاما. بسانت الرافع. هنا وادي الحجير، مقبرة الميركافة الإسرائيلية، وعلى هذه الهضبة في قرية تولين في قلب جبل عامل ارتكب العدو الإسرائيلي أبشع مجازره. دباباته سحقت سيارة كانت تقل الثمانية من عائلة عوالي. عمي وستة وبي ولاد عم بي أربعة، سيارة سويت بالأرض، طلعت عليها الدبابه وصارت تلامس الارض كلها من اولها لاخرها. هيك انا وصلت اول واحد لهون، شفت يعني كتله لحم بالسياره، مع اللحم مع كل شيء كله مجبول بقلب بعضه، ما بتقدر تميزي شخص عن شخص. دورت عبي عرفته من الساعه. في 16 من شهر أيلول سبتمبر من عام 72 فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل والمراكز العسكرية للمقاومة الفلسطينية في بلدة تولين. وحين نقل الأهالي جريحين إلى المستشفى ارتكبت إسرائيل جريمتها على طريق جوية. المجزرة مرت خبرا عاديا في الصحف اللبنانية. حين ذاك حاولت إسرائيل أن تمحو آثار جريمتها بإحراقها السيارة وذاكرة من عايشها. منعت السيارة كلها شئب شئب، هذا جرى لحال وهذا راسه لحال وهذا جرى لحال. دخل يا ربي أنا يعني جمعت شئب شئب وسقطهم فوق بعضهم. نحن طالبين إنه المجزرة ليش بدها تنتهي، لا اسمع حدا بجيب سيرتي. إن شاء الله بتمحو إسرائيل يا رب العالمين واليمين المؤمنين. والله جرحي ما له داعي، ما كانش يصلح. صار لي 43 سنة مثل يا وباني حال. مجزرة تولين هي واحدة من آلاف المجازر التي ارتكبتها إسرائيل على مساحة الوطن العربي، لكن أهالي تولين يشعرون بعد 46 عاما أن تدمير المقاومة للمركبة الإسرائيلية في وادي الحجير وانتصار تموز شكل انتقاما لشهدائهم، وأن إرادة الانتصار على المحتل أقوى من جبروته. هنا طريق جوية التي تصل فلسطين المحتلة بمدينة سور، والتي شهدت منذ 46 عاما على وحشية إسرائيل التي سحلت دباباتها وبدم بارد أجساد عائلة بأكملها. مجزرة زادت من الإرادة في مقاومة الاحتلال ونجحت في دحره. بسانت الراف من جنوب لبنان، الميادين. وإلى أخبار رياضة وزميلة عبير الدوادي، إليك عبير. تفضل. شكرا علا. أهلا بكم. الإثارة تتواصل في المواجهات القطرية الإيرانية ضمن دوري أبطال أسيا في كرة القدم. السد القطري بلغ الدور نصف النهائي على حساب ضيف استقلال طهران الإيراني. حامل اللقب القاري مرتين تعادل مع ضيفه الإيراني بهدفين لمثلهما وتأهل بمجموع المباراتين مستفيدا من فوزه ذهابا في طهران بثلاثة أهداف لواحد. المفارقة أن السد سيلاقي بيرو سيبوليس الإيراني المتأهل على حساب الدحيل القطري. نصف النهائي هذا يعد تكرارا للقائهما في المجموعة الثالثة من الدور الأول، حين فاز السد على أرضه بثلاثة أهداف لواحد وخسر في طهران بهدف وحيد. مسيرة دييغو مارادونا التدريبية في المكسيك تبدأ بانتصار قوي بفضل تألق فينيسيو أنغولو. المهاجم الإكوادوري سجل ثلاثية لفريق دورادوس وساعده على الفوز بأربعة أهداف لواحد على تاباتشولا. وخطف مارادونا الأضواء بطريقته الاحتفالية ولقي تنويها عاليا للروح المعنوية التي بثها في صفوف الفريق السعي للعودة إلى درجة الأولى المكسيكي. ويقع نادي دورادوس في كوليكايان أو
كولياكان على ساحل المحيط الهادي، وهي مدينة شديدة الحرارة معروفة بعصابات المخدرات. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لا يحبذ إقامة مباراة جيرونا ضد برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس الفيفا قال بوضوح إنه يفضل مشاهدة مباراة رائعة في الدوري الأمريكي بدلا من إقامة الدوري الإسباني في الولايات المتحدة، وتابع أن المبدأ العام في كرة القدم هو إقامة المباراة التي يستضيفها أي فريق على ملعبه وليس في دولة أجنبية. وطلبت رابطة الدوري موافقة الاتحاد الإسباني على إقامة المباراة خارج البلاد، بينما يجب أن يوافق أيضا الاتحاد الأمريكي وفيفا والاتحاد الأوروبي واتحاد الكونكاكاف حتى تمضي الفكرة قدما. الرئاسة الكولومبية تكرم خوسيه بيكرمان وتعترف بجهوده في منتخبات كرة القدم في البلاد. المدرب الأرجنتيني رد بتقبيل علم كولومبيا الوطني وبه مسح دموعه بعد تلقيه إياه من رئيس البلاد إيفان دوكي. وقاد بيكرمان المنتخب الكولومبي إلى ربع نهائي مونديال 2014 ثم إلى دور 16 في مونديال روسيا الصيف الماضي. بيكرمان أصبح أحد أكثر الشخصيات الكروية شعبية في كولومبيا، ورفض بعد إعلان اعتزاله عروضا لخلافة خوان كارلوس أوزاريو في تدريب المنتخب المكسيكي، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بحسب التقارير. هدف وحيد يساوي صدارة مؤقتة وعشرة آلاف دولار مكافأة لكل لاعب. عبارات تختصر مباراة بيراميدس ومضيفه المقاولون العرب في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري المصري. المباراة المثيرة للجدل تأخر انطلاقها بسبب اعتراض المقاولون على عدم وجود حكمين إضافيين كما هو متبع في الدوري المحلي أو في الدوري المحلي. هدف الفوز لبيراميدس سجله البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو في الدقيقة الرابعة والستين. ورفع بيراميدس رصيده إلى 15 نقطة من 7 مباريات في الصدارة، متقدما بفارق نقطتين على الزمالك صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة إليكم إلى علا. كل الشكر لك عبير. ختام هذه النشرة مع هذا الخبر لمن يحلم بالسفر إلى القمر. فقد أعلنت شركة النقل الفضائية سبيس إكس أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول شخص يزور القمر بغرض السياحة، ومن المقرر أن يزور الملياردير الياباني القمر في عام 2023 على متن مركبة فضائية. لم يتم الكشف عن تكلفة الرحلة، إلا أن رجل الأعمال الياباني قال أنه خصص مبلغا كبيرا لهذه الرحلة، وأنه يرغب بدعوة عدد من الرسامين لمرافقته في هذه الرحلة التاريخية. تذكير بعناوين هذه النشرة. روسيا تحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط طائرتها في سوريا وتؤكد احتفاظها بحق الرد على تصرفاتها وتستدعي سفيرها في موسكو. Sayın Putin ile İdlib meselesinin دمشق وطهران ترحبان بنتائج القمة الروسية التركية وتؤكدان التشاور معها قبل إعلان الاتفاق حول إدلب. ولا لم يؤثر لا المال الخليجي ولا الضغط الخليجي ولا الضغط الأمريكي، وبقى العراقي رافع هامته عالية من أجل فعلا أن يحقق حكومة وطنية بامتياز وبقرار عراقي بامتياز. العامري يدعو إلى توافق عراقي على منصبي رئيسي الجمهورية والحكومة ويعلن سحب ترشحه لرئاسة الوزراء. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الفلسطينيين في المسجد الأقصى وتؤمن استباحة مئات المستوطنين لباحاته. استشهاد 18 صيادا يمنيا في مجزرة للتحالف السعودي قبالة سواحل الحديدة. والله جرح ما له دواء، ما كانش يصلح. صار لي 43 سنة مثلي. رغم مرور 46 عاما مجزرة تولين في جنوب لبنان عصية على النسيان.
الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. إلى اللقاء.